السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة اللي عم بصورها من محافظة يالا في جنوب تايلاند. طبعا محافظة يالا ملاصقة لمحافظة فطاني وكمان على الحدود مع ماليزيا. يعني احنا عندنا في محافظة فطاني ما في عندنا حدود مع ماليزيا، اذا نروح ماليزيا لازم نمر من يالا او من نراتيوات. هذا الطريق القروي، طرق القرى، لكن بتوصل لمدينة اسمها بيتونغ، وبيتونغ فيها مطار دولي، وكمان هي على الحدود مع ماليزيا. أغلبية السكان هون مسلمين ومزارعين وبجدارة. المزارعين هون مبدعين وبيزرعوا كل حاجة تقريبا، كل الأشياء اللي تلزمهم بيزرعوها هون. مثل ما انتم ملاحظين الطرق القروية هون كتير حلوة وكلياتها شجر ما شاء الله ومزارع، لأنه عندهم مية كتير. محافظة يالا من المحافظات الجميلة جدا في تايلاند، وأنا سافرت كتير في جنوب شرق آسيا وشفت محلات كتيرة ومناطق كتيرة وقرى كتيرة. بعتقد أنه محافظة يالا من أجمل المحافظات والمناطق اللي أنا زرتها، لأنه هادي كتير، عدد سكان قليل، وفيها جبال وفيها وديان حلوة وفيها زراعة، فيها أنهار، فيها شلالات. والحركة التجارية فيها ممتازة لأنه فيها مزارع كتيرة، فبيزرعوا كل شيء تقريبا بلزمهم وبيصدروا من هون. التصدير لماليزيا كتير لأنه ماليزيا ملاصقة لمحافظة يالا، فبيصدروا كتير لماليزيا. هذه هون الجبال حلوة كتير، الجبال يعني حتى الجبال فيها مطاط، يعني بيزرعوا مطاط حتى في الجبال، بيزرعوا مطاط. في كتير ناس عندهم أراضي بالجبال وبيزرعوها مطاط. هاي كمان مسجد هون على الشمال، على اليمين. طبعا الطريق القروية هون آمنة بإذن الله تعالى، لأنه في قرى كتيرة على الشارع العام على الطريق اللي احنا هلا ماشيين فيه. يعني هذه مش مزارع مهجورة انه ما فيش حدا هون ساكن، في كتير ناس ساكنة على الطريق العام هذا وكمان شوية جوا. فدائما بتلاقي انه في سيارات رايحة جاي، وخاصة المزارع، من المزارع. يعني الطريق هذه ما ليل نهار في عليها ضغط. طبعا بالليل بيكون معظم السيارات اللي هي الونيتات والتركات بتنقل جوز هند، بتنقل خضرة فاكهة للأسواق. هلا احنا طلعنا من الطريق العام اللي بودي على ماليزيا ودخلنا بالطرق الفرعية جوات القرى. هيك احنا هلا متجهين لإحدى السدود، ف
في سد مائي كبير جدا هون، وهذه القرى الداخلية. جميلة جدا ما شاء الله. على اليمين وعلى الشمال كلياتها مزارع جوز الهند. على الشمال هون في نهر، بس انتم ما راح تقدروا تشوفوه لانه الشارع عالي شوية، بس في نهر كبير. احنا هلا ماشيين بمحاذاة النهر. جدا جميلة وهادي ما شاء الله. كلياتها انهار ما شاء الله، كلياتها زراعة. في شجر موز كتير. هاي هون مكتوب ويلكم تو بانغلانغ دام. هذا هون السد، هذا مدخل السد اسمه بانغلانغ. وان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.